قال أبو العتاهية: الخلق مختلف جواهره، ولقلما تزكو سرائره، ولقلما تصفو طبائعه، ويصح باطنه وظاهره. والناس في الدنيا ذو ثقة، والدهر مسرعة دوائره. لا خير في الدنيا لذي بصر نفدت له فيها بصائره. لو أن ذكر الموت لازمنا لم ينتفع بالعلم عيش ذاكره. كم قد ثكلنا من ذوي ثقة ومعاشر كنا نعاشره. أين الملوك وأين عزتهم؟ صاروا مصيرا أنت صائره. فسبيلنا في الموت مشترك، يتلو أصاغره أكابره. من كان عند الله مدخرا فستستبين غدا ذخائره. أمن الفناء على ذخائره، وجرى له بالسعد طائره. يا من يريد الموت مهجته، لا شك ما لك لا تبادره. هل أنت معتبر بمن خربت منه غدا تقضى دساكره؟ وبمن خلت منه أسرته، وبمن خلت منه منابره، وبمن خلت منه مدائنه، وتفرقت عنه عساكره، وبمن أذل الدهر مصرعه فتبرأت منه عشائره. مستودعا قبرا قد أثقله، فيها من الحصباء قابره. درست محاسن وجهه، ونفى عنه النعيم فتلك ساتره. فقريبه الأدنى مجانبه، وصديقه من بعد هاجره. يا مؤثر الدنيا وطالبها، والمستعد لمن يفاخره. نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره. نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره.